حضورنا الكريم ثاني جلسات هذا المؤتمر، يقودها ويديرها سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الشتاوي، ويرافقه في هذه الجلسة كلا من الدكتور مصطفى عبد السلام، والدكتور محمد عفيفي، والدكتورة رحاب عثمان، والدكتورة هبة أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام، تحيتهم يوم يلقونه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب في الجميع في الجلسة الثانية من جلسات مؤتمر التمويل والاستثمار الصناعي الذي تعقده هذه الجامعة المباركة ممثلة في الجمعية العلمية للاستثمار والتمويل بكلية الاقتصاد والإدارة، والذي يعد لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وهو باكورة عمل هذه الجمعية. فإن كان لنا شكر في هذه المناسبة فهو لله سبحانه وتعالى، ثم لهذه الجامعة الناشئة في عمرها العريقة في إمكانياتها العلمية والبحثية والإدارية، فهي جامعات بجامعة، شهودها ملموسة ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى الوطن، فهي المغذي الأول لعدد من الجامعات الناشئة بقياداتها وخبراتها ومؤتمراتها العلمية التي لا تنقطع، وأدوارها المجتمعية التي لا تهدأ، يقودها رجال أكفاء بقيادة معالي مدير الجامعة ووكلائها والعمدة وبقية المنسوبين. والشكر موصول لجمعية الاستثمار والتمويل على عقد هذا المؤتمر الذي نحن بحاجة له في هذا الوقت، تحديداً لما تواجه المملكة من تحدي ومناسبة مع العديد من الدول سواء نامية أو متقدمة. وهذه الجمعية تحت مظلة كلية الاقتصاد والإدارة، فالشكر موصولاً لهذه الكلية المباركة. والآن نبدأ جلستنا الثانية ومع المتحدثة الأولى في هذه الجلسة سعادة الدكتورة هبة السيد. الدكتورة هبة حصلت على درجة الدكتوراه في الاقتصاد عام 2017 من جامعة الزقازيق بجمهورية مصر العربية، كما حصلت على نفس درجة الماجستير في نفس التخصص من نفس الجامعة عام 2008، وقد انضمت إلى كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم عام 2012، وهي الآن أستاذ مساعد في قسم الاقتصاد والتمويل، وقد عملت باحثة بالجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، وكذلك في المركز المصري للدراسات الاقتصادية خلال فترة من 2005 حتى 2012. لها العديد من البحوث في عدد من المجالات، سواء اقتصادية العمل والاقتصاد المالي والاستثمار الأجنبي واقتصادية الصناعة والاقتصاد القياسي المتقدم. لها جهود كبيرة في كلية الاقتصاد والإدارة، شطر الطالبات في عدد من المناشط العلمية والإدارية وخدمة المجتمع، ولها إسهامات في بعض المجالس واللجان داخل الكلية. سعادة الدكتورة هبة السيد قدمت ورقة عمل مشاركة مع الأستاذ الدكتور علي شريف عبد الوهاب بعنوان دور تدفقات الاستثمار الأجنبي في تنمية الصادرات السعودية، حيث تركزت هذه الورقة على قياس أثر التدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصادرات السعودية خلال الفترة من 1980 إلى 2016. نترككم مع سعادة الدكتورة في حدود 15 دقيقة، فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. بداية شكراً دكتور صالح على هذا التقديم، وبشكر القائمين على هذا المؤتمر على إتاحة الفرصة لتقديم هذه الورقة في المؤتمر العلمي الأول لجمعية الاستثمار والتمويل. موضوعي هو دور تدفقات الاستثمار الأجنبي في تنمية الصادرات الصناعية السعودية. الموضوع بدأ من أنه المملكة أولت اهتمام كبير جداً لتنمية الصادرات الصناعية، وده جه في ضوء الاستراتيجيات التنمية الشاملة للدولة الرامية إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل عن طريق اتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بهدف تفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، أملاً في زيادة مساهمة القطاع غير النفطي
في الاقتصاد الوطني. كل ده انعكس على القوانين المتعلقة بالاستثمارات وتسهيل الإجراءات القانونية لجذب المستثمرين الأجانب باعتبارها مصدر من مصادر التمويل البديلة عن مصادر التمويل الحكومية أو المحلية. برغم من الحداثة النسبية لتجربة القطاع الخاص السعودي في مجال التصدير، إلا أن الصادرات الصناعية السعودية خطت خطوات كبيرة جداً في هذا المجال في الفترة الأخيرة، حيث كانت على رأس هذه الصادرات هي الصادرات البتروكيماوية، حيث حازت على أعلى نسبة من الصادرات زي الشكل ما موضح لنا رقم واحد في الشريحة الثالثة، حيث كانت المنتجات الكيماوية والبلاستيكية تصدرت قائمة الصادرات الصناعية السعودية بنسبة 58% من إجمالي المبيعات في عام 2016، ثلاثها بعد ذلك منتجات المعادن القاعدية بنسبة 39%، ثم ثلاثها بعد ذلك منتجات الآلات والمعدات بنسبة 29% من إجمالي المبيعات في العام ذاته. البحث مقسم عدة أقسام. أول حاجة مشكلة البحث، عايز أقيس هل أثرت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبية المباشرة على حجم الصادرات الصناعية في الاقتصاد السعودي. الأهمية بتاعت البحث تنبثق من عدة أمور، إن أنا بعرض تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة الداخلة والخارجة إلى الاقتصاد السعودي، تحليل هيكل الصادرات الصناعية وتوصيف القطاع الصناعي. فرضية البحث هي فرضية مؤداها أنه هناك علاقة موجبة بين تدفقات الاستثمار الأجنبي والصادرات الصناعية في الأجل الطويل، بمعنى أنها تؤثر تأثير إيجابي على الصادرات الصناعية. حدود الدراسة اخترت الفترة من 1980 إلى 2016، وتمثل الفترة دي بداية الخطة الثالثة من خطط التنمية الاقتصادية، والتي تضمنت على استراتيجية كاملة للتوجه نحو إحداث تغيرات في بنية الاقتصاد الوطني بهدف تنمية القطاعات الإنتاجية غير البترولية وزيادة إسهام المواطنين في التنمية الاقتصادية. بعد ذلك منهجية الدراسة اعتمدت على منهج التكامل المشترك وفقا لطريقة إنجل جرانج، وهي ذات مرحلتين للتعرف على اتجاهين في التأثير، الاتجاه طويل الأجل أو العلاقة طويلة الأجل، وهل هناك انحرافات في الأجل القصير في اتجاه هذه العلاقة أم لا. بمعنى أن إذا كان هناك هذا التكامل أو هذه العلاقة في الأجل الطويل، هل متحققة الآن أم أن هناك انحرافات في هذه العلاقة في الأجل القصير. محتوى الدراسة، تم تقسيم الدراسة إلى إطارين: الإطار النظري وهو عرض المفهوم الاستثمار ومحدداته وتطوره داخل الاقتصاد السعودي مع توصيف القطاع الصناعي في المملكة وتوجهات السياسة الصناعية في الاقتصاد السعودي مع تحليل لهيكل الصادرات الصناعية. الإطار التطبيقي، تم قياس أثر تدفقات الاستثمار الأجنبي على الصادرات الصناعية خلال الفترة المذكورة باستخدام المنهج الذي تم تفصيله سابقاً. ثم النقطة الثانية هي السياسات المقترحة لدعم الصادرات السلعية الصناعية في ضوء نتائج الدراسة. بداية في النقطة بتاعت تطور صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد السعودي، لا هنلاحظ أن من خلال الرسم الآتي أن هناك تذبذب في تطور صافي صادرات الاستثمار الأجنبي عبر الفترة الزمنية. كان أدنى نقطة لها خلال الفترة من 1985 إلى 1990، ثم كانت أعلى نقطة خلال عام 2008، حيث كانت تتراوح حول المليار دولار سنويا. بعد ذلك بالنسبة لتطور الصادرات الصناعية كنسبة من إجمالي الصادرات، حدث تطور ملحوظ في الصادرات الصناعية السعودية خلال الفترة من 1980، والكيرف بيوضح لنا أنها كانت متدنية جداً خلال الفترة، بداية الفترة وصلت إلى أعلى مستوياتها في عام 2015 و2016، وده نتيجة أنه الحكومة أولت اهتمام كبير جداً ودعمت القطاع الخاص بشكل أو قطاع الصناعة بشكل كبير جداً في توجهه نحو التصنيع أو نحو التصنيع أو التصدير الصناعي. بعد ذلك النموذج المستخدم، تم الاعتماد على هذا النموذج، وهو أن الصادرات الصناعية دالة في مجموعة من المتغيرات المؤثرة عليه إلى جانب صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي، هي الناتج الصناعي أو الإنتاجية، إنتاجية قطاع الصناعة، والإنفاق الحكومي، وسعر الصرف الحقيقي باعتباره مؤشر مهم جداً في زيادة الطلب على الصادرات أو انخفاضه. وهنا خدنا سعر الصرف الحقيقي لأن احنا عارفين أن سعر الصرف الإسمي ثابت في المملكة في ظل فترة ما يقارب من 30 عام، وهو نظام تثبيت لسعر الصرف. خطوات تقدير النموذج، اعتمدنا على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي اختبار وتهيئة للبيانات، تقدير أو اختبار العلاقة، هل المتغيرات اللي عندنا ساكنة أو أنها مستقرة أم لا،
المرحلة الثانية هي مرحلة التكامل المشترك، والمرحلة الثالثة هي مرحلة نموذج تصحيح الخطأ، وهو عبارة عن قياس العلاقة في الأجل القصير. نتائج الدراسة أوضحت اللي يوضح الجدول اللي قدامنا إنه المتغيرات اللي عندي ليست ساكنة عند المستوى، ولكنها ساكنة عند الفرق الأول، الأمر الذي لا يمكننا من إجراء انحدار متعدد، ولكن لابد من إجراء منهجية أخرى أكثر ملائمة للبيانات الغير مستقرة. فاعتمدنا على نتائج على اختبار التكامل المشترك باستخدام جوهانسن تيست، والاختبار أوضح لنا أن هناك متجهان يحققان التكامل المشترك للعلاقة المدروسة في البحث. في ضوء النتائج اللي وردت في الجدول السابق، اتضح من النتائج ان في متجهين يحققان التكامل المشترك عند مستوى معنوية 5% و1%، وده معناه ان النموذج اقدر اثق في تقديراته انها تقديرات سليمة. ثم كانت المعادلة في الاجل الطويل على النحو التالي. تمام، كانت النتائج اوضحت النتائج دي اولا ان العلاقة ما بين صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي والصادرات الصناعية السعودية علاقة عكسية ولكنها معنوية، اي ذات تأثير فاعل، وده بسبب ان صافي التدفقات ليه لها تاثير سالب، لان التدفقات الخارجه من الاقتصاد السعودي اكبر من التدفقات الداخله، فذلك اثر على توطين هذه الاستثمارات في قطاع الصناعه مما اثر على الصادرات الصناعيه. كمان كانت انتاجيه القطاع الصناعي لها دور موجب او لها تاثير موجب ومعنوي، حيث كلما زادت انتاجيه قطاع الصناعه زادت قدرتي على التصدير. الإنفاق الحكومي كان أيضاً له تأثير موجب ومعنوي، أي أنه له دور في تنمية الصادرات الصناعية كنسبة من الصادرات السلعية في الاقتصاد السعودي. أما سعر الصرف الحقيقي فكان له تأثير سالب، وده نتيجة جاءت أيضاً متفقة مع ما تقر النظرية، لأن كلما ارتفع سعر الصرف كلما انخفض الطلب على الشراء المنتجات المحلية والعكس صحيح. الانحرافات التي تحدث في الأجل القصير في اتجاه العلاقة طويلة الأجل، حيث أوضحت نتائج تقدير المعادلة أن في عندي علاقة فعلاً أن صافي تدفقات الاستثمار يؤثر على الصادرات الصناعية في الأجل الطويل، أما في الأجل القصير فبتحدث انحرافات على مستوى الفترة الزمنية الواحدة إذا كانت سنة أو ربع سنة أو نصف سنة. فهذه الانحرافات هل هي بتتصحح إلى أن أصل إلى الوضع التوازني أم أن الاقتصاد بيبعد عن وضع التوازن؟ أوضحت نتائج في الأجل القصير أن الاقتصاد سيستمر في الانحرافات انخفاض في الانحرافات اللي في الاجل القصير لوصولا الى الانحراف الوضع التوازني في الاجل الطويل اللي قالوا لينا اختبار جوهانسن للتكامل المشترك. النتائج الوارده في هذا الجدول اوضحت ان معلمه تصحيح الخطا للمعلمه اي سي تي اللي هي معلمه تصحيح الخطا للنموذج ككل انها سالبه ومعنويه، وهذا يدل على ان الانحرافات بتتناقص كل فتره زمنيه، وهي عندي الفتره الزمنيه بتاعتي سنويه، فكل سنه ستتناقص الانحرافات بنسبه 49%، مما يؤدي الى ان العلاقه ستتوازن في الاجل الطويل عند العلاقه المقدره. توصيات الدراسه في ظل النموذج المقدر وتوضيح أن العلاقة ما بين صافي التدفقات تأثيره معنوي، ولكنه عندي طلع تأثيره سالب، قلنا لأنه التدفقات الخارجة أكبر من التدفقات الداخلة أو صافي التدفقات بالماينس، فعلشان كده نحن ممكن نستفيد من أنه هناك علاقة ما بين هذين المتغيرين، ونعمل على تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية في ضوء توطين الاستثمارات الأجنبية أكثر في القطاع الصناعة التصديرية، القطاع الصناعة اللي بهدف التصدير. فكان التوصية الأولى ضرورة تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية لخلق ميزة تنافسية للصادرات الصناعية السعودية في السوق الدولي، مع تبني سياسة لاستهداف الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التصديرية تحديداً، وتيسير إجراءات الاستثمار حيث يمثل طول الوقت المطلوب للحصول على التصاريح والموافقات الخاصة بالاستثمار أهم تحدي أو معوق من معوقات الاستثمار خصوصا في الدول النامية، أي ما يسمى بتوحيد النافذة، يعني العمل على تطبيق توحيد النافذة. وللتغلب على مشكلة تعقد وطول إجراءات الاستثمار، عملت بعض الدول على تطبيق ما يسمى بالحكومة الإلكترونية، أملا في زيادة الكفاءة والشفافية في الخدمات الحكومية، وكمان خفض تكلفة تقديم هذه الخدمات في المدى المتوسط والطويل، وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل الوصول إلى الخدمة. شكرا جزيلا لكم لحسن استماعكم، وأتمنى أكون لم أجتاز الوقت. شكرا لسعادة الدكتورة هبة على هذا العرض الشيق
وشكرا لها في التزامها بالوقت المحدد لهذه الورقة. فارسنا الثاني في هذه الجلسة سعادة الأستاذ الدكتور مصطفى محمود عبد السلام، الأستاذ المساعد في قسم المصارف والأسواق المالية كلية الاقتصاد والمالية الإسلامية بجامعة أم القرى، حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة والاقتصاد من كلية التجارة بجامعة قناة السويس، وله من الاهتمامات البحثية في عدد من المجالات سواء في المصارف الإسلامية وأسواق المال ومخاطر التمويل والسيولة وتطوير المنتجات المالية والإسلامية والرقابة الشرعية بالمصارف الإسلامية والصكوك المالية والاقتصاد الصناعي. سعد الدكتور عضوا في عدد من الجمعيات والمراكز العلمية ومحكما في بعض المجلات العلمية، وهو عضو هيئة التحرير في بعض المجلات العلمية وتحكيم الأبحاث، عضو لجان تحكيم الأبحاث مجلة شؤون الاجتماعية التي تصدرها الجامعة الأمريكية بالشارقة. له العديد من الأبحاث المنشورة، من أهمها صورية السلامة الشرعية في المصارف الإسلامية، رؤية من الداخل، تأثير تقنية الاتصالات والمعلومات مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، مع الإشارة لدور الحكومة الإلكترونية، دور العناقيد الصناعية في إدارة المخاطر بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما شارك في عدد من المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، وحصل على بعض الجوائز العلمية القيمة. ولنترك سعادة الدكتور أن يقدم ورقته في حدود 15 دقيقة فليتفضل. والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أود أن أتقدم بخالص شكر والتقدير إلى جامعة القصيم ممثلة في كلية الاقتصاد والإدارة والجمعية السعودية للتمويل والاستثمار، وأيضا لسعادة الرئيس الجلسة. عنوان هذه الورقة هو العناقيد الصناعية وكاستراتيجية لزيادة القدرة التنافسية في الاقتصاد الصناعي السعودي. محور هذه الورقة يدور حول إمكانية تحقيق مزيد من القدرة التنافسية لصناعة التمور بالتحديد. هناك ميزة نسبية بالنسبة لصناعة التمور في المملكة العربية السعودية، على اعتبار أنها تقوم بإنتاج العديد من الأصناف لمنتج التمور عالية الجودة وأيضا بتكلفة إنتاجية قليلة. الدراسة محاولة لتدعيم الميزة التنافسية لقطاع الصناعات الغذائية وتحديدا صناعة التمور. تمثلت مشكلة البحث في أن الاقتصاد السعودي هو اقتصاد نفطي، وبالتالي يسهم النفط بالنصيب الأكبر من الدخل القومي، وبالتالي لابد من البحث عن مصادر أخرى لتعظيم صادرات المملكة، منها القطاع الزراعي. مشكلة البحث تدور حول تصاعد ترتيب المملكة في إنتاج التمور، إلا أن الصناعات المرتبطة بالتمور تظل خارج المأمول، على الرغم ما توليه الدولة من دعم لهذا المنتج. تم تقسيم هذا البحث إلى ثلاث محاور. المحور الأول يوضح مفهوم العناقيد الصناعية، وفي مفهومين للعناقيد الصناعية، مفهوم تكلم عنه بورتر بالتحديد ومفهوم تكلم عنه شميتز. الدراسة دي تتبنى مفهوم شميتز للعناقيد الصناعية، بمعنى وجود تكتل جغرافي، المنشآت الداخلة فيه تتمتع بالعديد من المزايا والمنافع، تزيد من قدرتها على الوصول للأسواق. يعني بمعنى أنه وجود تركز جغرافي لصناعة معينة، المدخلات الصناعة الثانية هي المخرجات الصناعة الأولى. اشتراط شميتز بالنسبة للتركز الجغرافي ده كان تركز مكاني مهم جدا، ان احنا خاصة في الدول النامية ان احنا نتبع هذه الفكرة من التركز الجغرافي، خلاف بورتر اللي بيعتبر ان هو غير ضروري التركز المكاني، خاصة لما يكون في عنقود مثلا لصناعة مثلا الجلود في إيطاليا،
ياخد المواد الأولية من الدول الأفريقية. فالفكرة الأساسية بالنسبة لشميدز أنه هو يكون تركز جغرافي، تستطيع الصناعة الاستفادة من كل مدخلات هذه الصناعة داخل مكان واحد. يا ترى هل في علاقة ما بين العناقيد الصناعية دي والمزايا التنافسية؟ طبعا ما فيش شك ان لما بيكون كل صناعة نفسها المخرجات بتاعة الصناعة الأولانية تكون مدخلات للصناعة الثانية، ما فيش شك ان هو بيزود من القيمة المضافة للصناعة، ويعمل على ان هو تجمع وحدات متخصصة في مجالات متقاربة أو متكاملة إلى تركز خبرات فنية معينة سواء كانت بشرية أو تكنولوجية في مجال واحد، يساعد على حصول هذه الوحدات الصغيرة على مزايا الحجم الكبير من خلال التخصص لكل وحدة من وحدات الإنتاج في مرحلة محددة من هذه المراحل. وبالتالي ده يعتبر أسلوب من أساليب زيادة الصادرات وخفض معدلات البطالة، جذب الاستثمارات خاصة لو كانت في مشروعات صناعية صغيرة أو متوسطة. المحور الثاني للدراسة هو تحديد وضع المملكة التنافسي في صناعة التمور. المملكة العربية السعودية في خلال الخمس سنوات الأخيرة ترتيبها يا إما الثاني أو الأول بالنسبة لإنتاج التمور. مثل إنتاج التمور 14% من حجم الإنتاج العالمي، وبالتالي السؤال المطروح ماذا عن شأن الصناعة بالنسبة للتمور على الرغم من تبوء المملكة للترتيب الأول والثاني والثالث في السنوات الأخيرة. الحقيقة أن في دور للدولة يدعم إنتاج وصناعة التمور وتصديرها، زي إعانة فسائل النخيل، زي أنظمة تحمي المزايا النسبية نفسها للصادرات، يعني منع تصدير فسائل النخيل من أصناف معينة ومهمة بالنسبة للمملكة بتتميز بيها، زي الخلاص، زي نبوت، زي سيف، زي سكري، زي برحي، كل ده يعتبر نوع من حماية الميزة النسبية نفسها للمملكة في الإنتاج للتمور وأيضا لهذه الصناعة. طبعا في البحث في ترتيبات لزيادة أو أرقام عن كمية الصادرات للتمور سواء الطازجة أو المكنوز، لكن الأغلب الحقيقة أن هو بيتم صادرات من المواد الأولية، يعني ما يتم تصنيعه حاليا بالأرقام لا يتجاوز 28% وفق آخر إحصائية سنة 2016، 28% يتم تصنيعه من حجم الإنتاج الكبير، يعني كأن أكثر من 70% لا يتم تصنيعه، بالإضافة لأن مرحلة الصناعية نفسها اللي هي 28% دي ما بتكونش صناعات تحويلية كاملة، ولكن صناعات يكاد يكون عبارة عن كبس التمور أو صناعات أخرى، في حين أن الصناعات المقصود بها أن احنا نشكل منها ميزة تنافسية بالنسبة للصادرات تتكون من عديد من الصناعات، كثير جدا على سبيل المثال رقائق التمر، أغذية الأطفال، منتجات تقنية البثق وحلويات التمور، خل التمور. في صناعات غير غذائية تشمل الإيثانول الذي يمكن استخدامه كوقود حيوي أو تحويله، وفي دراسة يمكن من أكثر من 5 سنين موجودة في جامعة الملك سعود عن كيفية الاستفادة من نواة التمر نفسها، إنها يتعامل منها يعني ليست مخلفات بالشكل اللي كان موجود في الأذهان، ولكن يمكن أن تستخدم في صناعة القهوة وخلافه. أيضا مخلفات من صناعة التمور يمكن استخدامها أيضا في مجال المحروقات وإنتاج الكربون النشط واستخلاص زيت للتمور، موجودة دراسة في جامعة الملك سعود.
سعود، ودي تعتبر كان فيها نوع من براءات الاختراع اللي اتعملت هناك. وبالتالي المركز التنافسي بالنسبة للمملكة بالنسبة لصادرات هذه الصناعة خلصت إلى أن المركز نفسه المركز التنافسي هو الخامس على مستوى منافسيها اللي هم الأساسيين اللي بيقوموا بعملية إنتاج التمور وتصنيعها. المحور الثالث بيتحدث عن أثر اتباع استراتيجية العناقيد الصناعية دي، يعني إزاي نكون عنقود صناعي في صناعة التمور يمكن بتطوير الميزة التنافسية لهذه الصناعة، يعني نزود بها الصادرات لصناعة التمور. عشان نحدد هذا الأثر في مؤشرين كميين في تمت دراستهم على المناطق داخل المملكة. أول مؤشر هو مؤشر التركز الجغرافي للصناعات لتمييز العناقيد الصناعية، يعني أن احنا نعرف مين المنطقة اللي هي المؤهلة أو المتاح أنها ينفع أن يتكون عندها عنقود صناعي، بداية من الزراعة إلى نهاية بآخر مرحلة من مراحل تصنيع التمور. خلصت الدراسة الكمية دي أن أول منطقة هي الرياض رقم واحد، ثم الشرقية، ثم المدينة، ثم القصيم. باقي المدن طبعاً هي كانت أقل من الأرقام القياسية، فتم استبعادها من مؤشر التركز الجغرافي. المؤشر الثاني اللي هو مؤشر أهمية الصناعة محل الدراسة بالنسبة للصناعات على المستوى الوطني، يعني لم يتم الاكتفاء بمؤشر التركز الجغرافي فقط، إنما كان في مؤشر آخر اللي هو بيقيس أهمية الصناعة دي، يعني مثلا صناعة التمور بالنسبة للصناعات الغذائية داخل المنطقة نفسها هيكون كام. يعني من خلال الدراسة تبين الآتي اللي هو التحليل العنقودي لصناعة التمور. مؤشر أهمية الصناعة بالنسبة لدول محل الدراسة، هناك محافظتين تتخصصان في صناعة التمور وهما المدينة والقصيم، تحتلان الترتيب الأول والثاني، يعني خرجت الرياض والمناطق اللي احنا قلنا عليها المناطق الأربعة الأولى من الترتيب، على اعتبار أن المؤشر نفسه بيقيس أهمية هذه الصناعة بالنسبة للصناعات الأخرى. بالنسبة للمؤشر الأخير المدينة القصيم تحتلان الترتيب الأول والثاني، فعلى الرغم من تخصص هذين الإقليمين إلا أنهما يعملان بشكل منفرد وليس في شكل عنقود صناعي، يعني على الرغم التميز ده إلا أنهما بيعملوا في شكل منفرد، يعني يكاد يكون كل مصنع هو اللي بيعمل كل حاجة، مش المصنع نفسه بيتشكل في شكل عنقود صناعي يخرج من صناعة تكون مخرجات الصناعة الأولى هو مدخلات للصناعة الثانية. الرياض تمثل أكبر طاقة إنتاجية في زراعة التمور، لكن عدد المصانع بها جاءت في المركز الرابع ومن خلال الدراسة الكمية تم اقتراح تكوين عنقود صناعي للتمور في القصيم، وتم أسباب لتوضيح إيه الأسباب اللي هي تخلينا أن احنا ممكن نكون عنقود صناعي داخل القصيم. مبسوطة في الدراسة، وخلصت الدراسة إلى أهمية البدء في تكوين عنقود لصناعة التمور واتخاذ استراتيجية كاملة لدعم القدرة التنافسية في هذه الصناعة من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. شكرا جزيلا. شكرا لسعادة الدكتور مصطفى على هذه الورقة القيمة والتزامه بالوقت،
وأعتقد أن هذا الأسلوب وهذه الطريقة تناسب منطقة القصيم كونها مصدر من مصادر إنتاج التمور. نتمنى إن شاء الله أن تجد هذه الدراسة اهتمام من قبل المسؤولين في المنطقة لإقامة مثل هذه العناقيد الصناعية بمنطقة القصيم. نأتي للمتحدث الثالث الفارسة الدكتورة رحاب عبد الرحمن عثمان عبد الله للسادة المساعد في قسم الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والإدارة جامعة القصيم، والدكتورة عملت باحثة في دائرة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية السودان الشقيقة، ولها عددا من الأبحاث المنشورة من أبرزها صادرات الثروة الحيوانية وإمكانية تحقيق قيمة مضافة، الاستثمارات الأجنبية في السودان قبل وبعد إنتاج النفط، كما لها عددا من الأبحاث قيد النشر منها اقتصاد المعرفة في المملكة العربية السعودية وفق منهج البنك الدولي، التأثيرات غير المتماثلة لصدمات أسعار النفط على النفقات الحكومية بالتطبيق على قطاعي الصحة والتعليم بالمملكة العربية السعودية، وتقييم أداء الصناديق الاستثمارية في مصر والسودان. سوف تتناول سعادة الدكتورة في ورقتها العلمية المعنونة بالتركز الصناعي وأثره على الممارسات الاحتكارية بالتطبيق على صناعة الإسمنت في المملكة العربية السعودية، شاركها في إعداد الورقة الدكتورة هبة السيد محمد. فلتتفضل الدكتورة رحاب في حدود 15 دقيقة. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الشكر لكلية الاقتصاد والإدارة ولجمعية العلمية للاستثمار والتمويل لإتاحتهم لنا لهذه المنصة. الورقة بعنوان التركز الصناعي وأثره على الممارسات الاحتكارية بالتطبيق على صناعة الأسمنت في المملكة العربية السعودية. طبعا قضية التصنيع من القضايا المهمة اللي بتقوم عليها معظم خطط التنمية في جميع الدول، ودل الدور الكبير للقطاع الصناعي في رفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة لأنه طبعاً أهمية خاصة للمملكة في أنه ينوع مصادر الدخل ويخفف من الاعتماد على الإيرادات النفطية. قطاع الأسمنت من أهم القطاعات الصناعية بالمملكة نسبة للارتفاع المتواصل في حجم الاستثمارات النفطية، الاستثمارات الموجهة للبنى التحتية، وبالإضافة لأنه يعتبر طبعاً سلعة وسيطة تدخل في كثير من الأنشطة الاقتصادية. فمهم جدا نعرف الخصائص اللي بتنظم صناعة الأسمنت، خاصة وإنه التنمية الصناعية بتهدف لإنها تحقق درجة عالية من المنافسة والكفاءة الإنتاجية. وأهمية التركز الصناعي بتجي في إنه بيساهم في تحقيق هذه المؤشرات، وخاصة وإنه وجود أي نزعات للتركز الصناعي بتخلق طبعا نزعات احتكارية، وده معروف أثره على مستوى الأسعار في إنه بيحمل المستهلك أسعار عالية، وبالإضافة لأنه دائماً بيكون مصحوب بسوء استغلال للموارد الاقتصادية. والمشكلة الثانية أنه النزعات الاحتكارية بتميل دائماً الصناعات في أنها تنتج إنتاج كثيف رأس المال، وده بيكون عنده أثر سلبي على مستوى التوظيف والعمالة، وإضافة لتأثر القطاع بتاع التجارة الخارجية والميزان المدفوعات بمستوى التركز، باعتبار أنه ارتفاع الأسعار بيخفف من أو بضعف من المنافسة بالنسبة للسلع في الخارج، وبالتالي بيأثر على الصادرات. فدي يعني بعض الأشياء اللي بتوضح أهمية دراسة التركز. أهداف الدراسة، الدراسة ما بتهدف في دراسة وجود تركز صناعي بالتحديد، وإنما أثر وجود هذا التركز على الممارسات الاحتكارية في سوق الأسمنت بالتحديد على الأسعار وحجم الإنتاج. بالإضافة للهدف الرئيسي عندنا بعض الأهداف الفرعية اللي هي التي نبذها عن القطاع الصناعي بالتركيز على قطاع الأسمنت في المملكة والسياسات الصناعية ومحددات التركز الصناعي في الأدبيات الاقتصادية وقياس أثر التركز الصناعي على مؤشرات السوق في هذا القطاع. مشكلة الدراسة، لو سمحت، مشكلة الدراسة بتركز في السؤال الأساسي إنه إلى أي مدى بيؤدي وجود تركز صناعي لخلق ممارسات احتكارية تؤثر على وضع المنافسة في سوق الأسمنت. والدراسة بتفترض إنه في تركز صناعي أدى لممارسات احتكارية وكان له أثر على مستوى الأسعار وحجم الإنتاج.
اعتمدنا على منهجية قياس أو مقاييس التركز اللي هي كانت تعتمد على الحصة السوقية لشركات الأسمنت. استخدمنا نوعين من المقاييس، الكونسنتريشن ريشيو اللي هو قياس نسبة التركز، ومقياس هيرفندل وهيرشمان، بالإضافة لأننا قسنا أثر وجود التركز على مؤشرات الأداء اللي هو الأسعار وحجم الإنتاج. بالنسبة لمقاييس التركز اللي اعتمدت اللي هي المقياسين اللي ذكرناهم، مقياس نسبة التركز بيركز على أكبر الحصة السوقية لأكبر عدد 4 منشآت، أما مقياس هيرفمان بيركز على الحصة السوقية لكل الشركات العاملة في المجال. ندي لمحة بسيطة عن تطور صناعة الأسمنت في المملكة، وواضح أنه حجم الإنتاج في المملكة زاد بصورة كبيرة جداً في الفترة من بعد عام 2008. أما بالنسبة لي وذلك طبعاً لدخول منشآت جديدة، حيث ارتفع عدد المنشآت إلى 15 منشأة بحلول عام 2015. الكميات المستهلكة أيضاً كان في زيادة في الطلب مع زيادة حجم الإنتاج، وده بيظهر واضح من الأشكال اللي قدامنا إنه في الشكل التحتي إنه حجم الإنتاج ارتفع بصورة كبيرة من عام 2009-2010 حتى عام 2015 فاق 60 مليون طن. بالنسبة للصادرات، الصادرات كانت كبيرة في الفترة من 2002 حتى 2008، بعد 2008 تم حظر الاستيراد، وأخيراً 2017 تم فك الحظر بالنسبة للصادرات. طيب، زي ما ذكرنا إنه الهدف من الدراسة ليس هو قياس التركز نفسه، وإنما أثر التركز على الممارسات الاحتكارية في ما يتعلق بالأسعار والإنتاج بسبب الحجم الحصص السوقية الكبيرة لبعض المؤسسات في الصناعة. فلقياس وجود التركز أولاً زي ما ذكرنا إنه استخدمنا المقياسين، الكونسنتريشن ريشيو ده المقياس الأول، وواضح من النتائج، واضح من نتائج القياس بالنسبة للمقياس الأول اللي تم استخدامه لفترة الدراسة اللي هي من عام 2001 حتى 2015 إنه نسبة التركز كانت في البداية عالية جداً. طبعاً مقياس نسبة التركز بنقراه على إنه إذا كانت النسبة أكبر من 50% ده بشير لإنه الأربع شركات الكبرى بتستحوذ على أكثر من 50% من الحصص السوقية، فواضح إنه حتى عام 2010 الأربع شركات بتستحوذ فعلاً على نسب بتتراوح بين 62% لـ 64-65%. بعد 2010 بدأت نسبة التركز تنخفض، 2011 و2012 في الرينج بتاع 50 لـ 53-52، وثم 2014 و2015 انخفضت نسبة التركز أقل من 50%، وده بيعود طبعاً لزيادة عدد المنشآت العاملة في صناعة الأسمنت. المقياس الثاني اللي هو مقياس هيرشمان هيرفندل، وده أيضاً نتائجه جات متطابقة مع المقياس بتاع نسبة التركز، وهو بنقيسه بين الرقم إذا كان بين 1000 لـ 1800 ده بيعني مقياس أو معدل تركز متوسط، وإذا كان أقل من 1000 معدلات التركز بتكون منخفضة، وإذا كانت أكبر من 1800 معدلات التركز بتكون عالية. وزي ما واضح في الجدول عندنا إنه في سنة 2001 كانت الرقم كان كبير جدا 2307، فكانت درجة التركز عالية. من 2002 حتى 2010 النسبة تراوحت بين 1000 لـ 1800، وده بيشير لوجود معدلات بتاع التركز متوسطة. وبعد 2011 معدلات التركز بدأت تنخفض، والنتائج دي زي ما ذكرنا إنها متفقة مع نتائج المقياس الأول. عند تحليلنا للعلاقة بين التركز الصناعي ومؤشرات الأداء الاقتصادي لقطاع الأسمنت، بعد ما وضحنا وجود التركز بنعتمد على هيكل اللي هو بيقيس لي هيكل السلوك والأداء، وزي ما واضح في الشكل عندنا إنه عن طريق هذا الهيكل بنقدر نشوف أداء المنشآت العاملة في الصناعة، هو الإطار الأساسي للدراسات الخاصة باقتصاديات الصناعة. واضح من النموذج إنه في علاقة تبادلية بين مكونات النموذج، ودي واضح إنه مثلا الهيكل بيأثر على السلوك، والسلوك بيأثر على الأداء، والأداء برضو بيأثر على الهيكل. فالهيكل هو بيهتم بالخصائص أو مكونات الصناعة، أي كيف البائعين بيتفاعلوا مع بعضهم البعض، كيف البائعين بيتفاعلوا مع المشترين،
البيئة العامة اللي بيتعمل فيها الصناعة. أما السلوك فهو مقصود به نمط سلوك المنشآت وكيف هي بتتفاعل مع الأوضاع الحالية للسوق. بالنسبة للأداء، إذا كان السوق اللي بتمارس فيه الصناعة سوق منافسة كاملة طبعاً بنقيسه بشروط المنافسة الكاملة. أما إذا كان الصناعة ما بتخضع لشروط المنافسة الكاملة فتقييم الأداء بيتم بناء على بعض المؤشرات زي الربحية، الكفاءة الإنتاجية، التقدم التقني وخلافه. فالعلاقة التبادلية بين مكونات هذا النموذج بتوضح أنه كل مكون ممكن يأثر على الآخر ويتأثر به. مثلاً إذا تناولنا الربحية كواحدة من مؤشرات الأداء بنلقى أنها هي من العوامل اللي هي بتوضح درجة أداء النموذج، وفي نفس الوقت هي ممكن تكون محفز لدخول مؤسسات جديدة في المجال، وده طبعاً حيأثر على هيكل الصناعة. طيب، وفقاً لهذا النموذج وللنتائج وصلنا لها فيما يتعلق بوجود تركز، نقيس أثر هذا التركز على مؤشرات السلوك في صناعة الأسمنت. أيوة، اللي هو استخدمنا نموذجين حتى إننا نشوف العلاقة بين مدى وجود التركز وأثره على الأسعار ومن ناحية، والنموذج الثاني للعلاقة بين حجم الإنتاج والتركز من ناحية أخرى. النموذج الأول زي ما هو واضح بالنسبة لنا اللي هو حاولنا نشوف وضعنا الأسعار كدالة في التركز والكميات المطلوبة، والعلاقة أو نتائج النموذج وضحت إنه المتوسط الأسعار بيرتبط ما في معنوية بالنسبة للنموذج، أي أن معدلات التركز ما بتأثر على مستوى الأسعار، وده مبرره إنه الأسعار في قطاع الأسمنت بتتحدد تحديد إداري، وده بيعني إنه آليات السوق غائبة في إنها تحدد مستوى الأسعار في سوق الأسمنت. النموذج الثاني، سمحت السلايد الثانية. أوكي، النموذج الثاني كان عن تقدير العلاقة بين وجود التركز وأثره على حجم الإنتاج، ووضحنا في دالة بتربط لنا حجم الإنتاج مع التركز وحجم الطلب والأسعار، والنتائج وضحت إنه التركز بيأثر سلباً على حجم الإنتاج، حيث إنه إشارة المعامل كما هو واضح كانت سالبة ومعنوية في نفس الوقت، وده بيدل على إنه كل ما كانت في نسبة بتاع التركز عالية، أي إنه المنشآت عندها نصيب أكبر في السوق بتقدر تتحكم لنا في حجم الإنتاج في السوق، وبالتالي ده بوضح أثر التركز على التحكم في حجم الإنتاج. أما بالنسبة لحجم الطلب فكان تأثيره معنوي وموجب، وده طبعاً بيتفق مع النظرية الاقتصادية إنه كل ما زاد حجم الطلب ممكن يزيد الإنتاج. بالنسبة للأسعار فتأثيره كان غير معنوي على حجم الإنتاج، وده بيأكد لنا اللي توصلنا له في إنه الأسعار بتتحدد بمعزل عن قوانين العرض والطلب، أي تتحدد بصورة إدارية. يبقى كده توصلنا للنتائج بتاعتنا اللي هي إنه في تركز صناعي قوي في بداية الفترة بتاعت الدراسة من 2001 حتى 2011، وده بيعود لإنه عدد المنشآت اللي عاملة في مجال قطاع الأسمنت كانت بسيطة، وبعديها درجة التركز بدأت تنخفض تدريجياً مع زيادة عدد المنشآت العاملة اللي هي وصلت إلى 15 منشأة. ده بالإضافة للتوجه الخارجي إنه المملكة أنشأت عدد من المصانع بتاعت الأسمنت في دول أخرى. كذلك النتائج أوضحت إنه التركز غير معنوي بالنسبة للأسعار كما هو واضح، ودي زي ما ذكرنا للتحديد الإداري للأسعار. أما بالنسبة لأثر التركز على حجم الإنتاج فالنتائج وضحت إنه التركز كان عنده أثر معنوي سالب على حجم الإنتاج، وبالتالي ده بيقودنا لأنه كل ما كان في درجات التركز عالية كل ما كانت المنشآت اللي عندها حصص سوقية كبيرة اتحكمت في حجم الإنتاج في صناعة الأسمنت. في ضوء النتائج السابقة وضعنا بعض التوصيات إنه من الضروري اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بأن يكون في توسع في الشركات القائمة ويكون في تسهيل لإجراءات تراخيص وممارسة صناعة الأسمنت وزيادة عدد الشركات المنتجة للأسمنت، بالإضافة لأنه مهم يتم تفعيل قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار، وحتى يتم تفعيل دور السوق في إنه يؤدي دوره في إنه الأسعار تكون تتحدد بصورة توازنية، خاصة وإنه في بعض الأحيان قد يكون السعر غير عادل حتى بالنسبة للمنتج في ظل ارتفاع التكاليف. توصية أخيرة، جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوطينها في قطاع الأسمنت والاستفادة من المزايا اللي بتقدمها المملكة في قطاع التصنيع من طاقة رخيصة وغيرها من أدوات جذب الاستثمار الأجنبي. شكرا جزيلا على حسن استماعكم.
شكرا جزيلا لسعادة الدكتور رحاب على هذا العرض القيم لهذا الموضوع الذي أبرزت فيه التركز الصناعي كأحد أبعاد هيكل الصناعة وتباين المراحل التي مر بها تطور حجم إنتاج الأسمنت بالمملكة وقياس التركز الصناعي بصناعة الأسمنت خلال 15 عاما باستخدام مقاييس علمية. أتمنى أن يجد القائمين على صناعة الأسمنت فائدة من هذه الدراسة في تطوير هذا المنتج الصناعي الهام. الفارسنا الرابع والأخير الدكتور محمد يوسف. سعد الدكتور محمد حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في عام 2016. تدرج في الوظائف البحثية في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر منذ عام 2005 حتى أصبح اقتصادي أول، وهو أحد المسؤولين عن رسم سياسة الاستثمار. وخلال فترة عمله بالهيئة شارك في إعداد البحوث والدراسات الاقتصادية عن بيئة الاستثمار المصري والعربي، ومثل الهيئة في عدد من المحافل المحلية والدولية. أكاديمياً التحق بالعمل بمعهد الإدارة العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وأصبح عضواً للهيئة العلمية بقطاع الاقتصاد والميزانية بالمعهد منذ العام 2015. ومنذ تلك الفترة نشر عدداً من الأوراق العلمية في مجلات علمية ومرموقة حول قضايا الاستثمار والتمويل والتنوع الاقتصادي والاحتياطات الدولية والسكان والتنمية الاقتصادية، كما شارك بأوراق عمل في مؤتمرات إقليمية ودولية عديدة. يكتب بصفة دورية في عدد من المجلات في مقالات اقتصادية متخصصة في صفحة منها صفحة الرأي بجريدة الشروق اليومية المصرية واسعة الانتشار، وله مقالات متخصصة في إصدارات مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كما يكتب مقالات متخصصة في مجلة التنمية الإدارية التابعة لمعهد الإدارة العامة بالرياض، ولتركيزه على حقل التنمية الاقتصادية والمساهمة في نشر الوعي التنموي العربي، أسس منتدى التنمية الاقتصادية كجمعية علمية تنموية عربية تهتم بقضايا التنمية المستقلة في الدول العربية. سعد الدكتور قدم في هذا المؤتمر ورقة علمية بعنوان هل ينقل الاستثمار الأجنبي المباشر التكنولوجيا الصناعية؟ الإجابة عن هذا من بوابة الاقتصاد السعودي، فليتفضل مشكورا في حدود 15 دقيقة. شكرا سعادة الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكر كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة القصيم على إتاحة الفرصة للتحدث إلى كوكبة من الحضور. إذا جاز لنا ترتيب القضايا اللي بتواجه الاستثمار أو بتواجه الصناعة ترتيبها تنازليا، ممكن نحط رقم واحد هي قضايا التكنولوجيا. تكنولوجيا الإنتاج هي أساس الصناعة في أي دولة. يعني كل الدول التي حققت تقدما ملحوظا وتقدما مستداما كانت طورت تكنولوجيا وطنية. عناصر الإنتاج الشهيرة ثلاث عناصر: عنصر العمل، وهو الحمد لله متاح في دولنا كلنا، الدول العربية عموما. عنصر الموارد الطبيعية، وهو يعني مشهور جدا ان دولنا لديها فائض من عناصر الطبيعة، بل هي من اكبر مصدري الموارد الطبيعية في العالم. يبقى عنصر رأس المال، المكون الثالث، الطرف الثالث في المثلث، مثلث الصناعة، رأس المال. ورأس المال نوعين: رأس المال المادي اللي هو التكنولوجيا، ورأس المال المالي. في دول العربية، في جزء منها دول الخليج الحمد لله عندها رأس المال مالي، ولكن احنا بنسأل دلوقتي السؤال: هل عندها رأس مال مادي اللي هو يساهم ويعزز ويطور الانتاج ولا لا؟ الورقة بتاعتي بتتناول قضية كيف نقيس وكيف نحسب وكيف نحدد حجم التكنولوجيا الموجودة في أي مجتمع، وهل التكنولوجيا التي تأتي للمجتمع وتتركز فيه وتتطور فيه تأتي من أي قناة؟ هل تشترى أم هل تأتي مصاحبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؟ السؤال اللي أنا طرحته في الدراسة كان بيقول: هل الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتدفق إلى الدول العربية أو الدول النامية عموماً والاقتصاد السعودي تحديدا، هل هذا الاستثمار يأتي محملا بالتكنولوجيا الصناعية أم لا؟ الورقة بتاعتي تكونت من بعض العناصر. أنا طبعا عرضت فيها إطار عام متكامل للهدف والأهمية والمحددات والفروض وما شابه، وبعدين تناولت توطئة نظرية للموضوع، وإن شاء الله هيتكون العرض بتاعي من لمحة سريعة برضو عن التوجهات الدولية في نقل التكنولوجيا،
بحكم ان هي قضيه مهمه جدا للتصنيع. وبعدين هنعرض ان شاء الله النتائج اللي احنا توصلنا ليها في او اللي انا توصلت ليها في الدراسه من واقع تحليلين، التحليل الوصفي والتحليل القياسي، وبعد كده نتائج الدراسه والتوصيات التي انتهت اليها الدراسه معتمده على ما توصلت اليه من نتائج. اسئله الدراسه باختصار شديد عشان الوقت، ما هي تطورات تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر الداخل الاقتصاد السعودي، وهل تزامن دخول هذا الاستثمار مع نمو في التكنولوجيا المستخدمه في الاقتصاد السعودي ام لا؟ خلال فتره اكبر فتره كانت متاحه عليها بيانات كانت من 1970 تقريبا الى 2016، هل الاستثمارات الاجنبيه خلال هذه الفتره نقلت للاقتصاد السعودي التكنولوجيا ام لا؟ وما هي الاسباب التي جعلت ده ضمن الاسئله البحثيه جعلت الاستثمار الاجنبي المباشر ينقل او يحجم عن نقل التكنولوجيا؟ وهل اذا كان تبين بعد النتائج انه لم ينقل التكنولوجيا، واذا كان احجم او ساهم، فما هي المقترحات التي تراها الدراسه مناسبه لكي تعزز من قدره الاستثمار الاجنبي المباشر على نقل التكنولوجيا؟ افترضت الدراسه ان الاستثمار الاجنبي المباشر خلال فتره الدراسه لم ينقل التكنولوجيا، هذا الفرض الذي كانت تسعى لقياسه، واعتمدت الدراسه كما سبق ان قلنا على منهجين الوصفي والقياسي. عملت التوطئه او الدراسه تناولت توطئه نظريه سريعه وتابعت تطور المدارس الاقتصاديه الفكريه وعلاقه هذه المدارس بقضيه التكنولوجيا، لان المدارس الاقتصاديه الراسماليه كانت اصلا في دول عندها نهضه صناعيه، فقضيه نقل التكنولوجيا لم تكن يعني بالتركيز الكافي في المدارس الاقتصاديه المتتابعه الكبرى زي المدرسه الكلاسيكيه والمدرسه الكنزيه والمدرسه النقديه الحديثه، كون ان هذه المدارس نشات ونمت وتطورت في مجتمعات لديها تكنولوجيا، فمن المنطقي انها لا تتناول قضايا التكنولوجيا. ما ان نشات الاستقلال في الدول وحصلت الدول على استقلالها في منتصف القرن العشرين بدات تظهر نظريات جديده في التنميه الاقتصاديه، وبدات تبحث في ما هي مقومات التنميه وما هي مسببات التخلف وما هي مقومات النمو والتنميه. النظريات المختلفه تناولت هذه القضيه من منظور ان احنا ازاي نعزز التكنولوجيا الوطنيه. كانت اشهر مدرسه في هذه المدارس التي تناولت قضايا التكنولوجيا في الدول الناميه كانت مدرسه التبعيه، ودرست هذه التكنولوجيا من خلال دراسه معدل التبادل الدولي بتاع الدول الناميه. تبين هذه النظرية أن معدل التبادل الدولي يسير في غير صالح الدول النامية، إذ أن صادراتها تأخذ أسعارها في التراخي مع الزمن، في المقابل أسعار وارداتها تزيد مع الزمن، فحصة هذه الدول اقتصاديا من واقع منظور التكنولوجيا بتتراجع. طيب قياس التكنولوجيا هو يعني آلية لقياس التكنولوجيا محتاجة توضيح، إزاي نقيس التكنولوجيا في أي مجتمع؟ كيف نحدد معيارا رقميا يقول والله هذه الدولة لديها تكنولوجيا وهذه الدولة ليست لديها تكنولوجيا؟ هي قضية طرحت ونقشت في كل التقارير الاقتصادية التي تصدر دوليا، وكل تقرير بدأ يبحث عن ما هي المعايير المثلى لقياس وتحديد التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة في كل دولة. منها مثلا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD قالت والله إن ممكن نحدد أن الدولة دي لديها تكنولوجيا إذا تطور البحث والتطوير، وإذا ارتقت الموارد البشرية، وإذا ارتقت فيها براءات الاختراع، وإذا زاد فيها ميزان المدفوعات التكنولوجي كان متطور. وكذلك مؤشر التنافسية الدولية اللي بيصدر سنويا من 2006 تقريبا اللي اسمه GCI، المؤشر ده بيقول والله إن التكنولوجيا ليها معيار اسمه معيار قيادة التكنولوجيا ومعيار الابتكار. أخيرا مؤشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان بيقيس التكنولوجيا من كذا معيار، تقريبا المعيار الأول فيهم اللي هو القيمة المضافة الصناعية بالنسبة للفرد، يعني كلما زادت القيمة المضافة في الصناعة منسوبة إلى الفرد دل ذلك على وجود تكنولوجيا. المعيار الآخر حجم الصادرات المصنعة للفرد. أما المعيار الثالث كان كثافة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وحجم قطاع الصناعة فيه. وأخيرا المعيار الأخير كان جودة الصادرات. أحبب قبل ما أكمل الموضوع بتاعي، في فرق كبير بين الصناعة والتصنيع، قطاع المانيفاكتشر وقطاع الاندستري ده قطاع واسع جدا ممكن يدخل تحته أي قطاع بما فيهم قطاع الاستخراج، ممكن قطاع العقار ده يدخل ضمن قطاع الصناعة. فالباحثين دايما بنحاول نركز على التصنيع التحويلي اللي هو المانيفاكتشر. طيب ما علاقة الاستثمار الأجنبي المباشر بالتكنولوجيا؟ الاستثمار الأجنبي المباشر غالبا يتدفق من الدول التي لديها فوائد مالية للدول التي تبحث عن الفوائد المالية.
عندنا نوعين من الدول، دول لديها فوائد ودول ليست لديها فوائد، فالتدفقات بتأتي من الفائض إلى العجز. فالتدفق والاستثمار الأجنبي ليه محددات، في حاجات تفسر انتقال هذه الاستثمارات من دولة إلى أخرى. هل من ضمن هذه المحددات نقل التكنولوجيا أم لا؟ دي الدراسة حاولت تجاوب عنه في جزء اللي هو علاقة نقل التكنولوجيا بمحددات الاستثمار. محددات الاستثمار نوعين، محددات طاردة للاستثمار من الدول هناك، الدول اللي عندها استثمارات، ومحددات جاذبة من الدول التي تتلقى الاستثمار. من واقع دراسة الدراسة بتاعتنا الدراسة بتاعتي للموضوع تبين أن قضية الاستثمار الأجنبي المباشر لا تدخل ضمن المحددات الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. الاستثمار الأجنبي المباشر غالبا في أغلب الأحيان لا يأتي ليصنع تنمية، هو يأتي ليستفيد من التنمية القائمة، ده في أغلب الأحيان. طيب ودي كانت صورة بتوضح لمحة عن التوجهات الدولية في نقل التكنولوجيا، منظورة من معيار حجم التدفقات إلى التكوين الرأسمالي الإجمالي. وقسمنا قسمت الدراسه الى ثلاث اقسام، الدول المتقدمه ودول التحول الاقتصادي والدول الناميه. الدول المتقدمه هي الدول اللي باللون الاحمر، والدول الناميه اللي بالمتقطع الازرق، اما الدول التحول الاقتصادي اللي هي بين اللي هي بالمنقط الاسود. فلو حضرتك لاحظتوا هتلاقي ان في دايما تفوق للخط الاحمر اللي هو الدول المتقدمه، وانتهت فتره الدراسه في 2016 بتفوق ايضا. يعني التدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر التي تتدفق وقد تذهب الى دوله متقدمه تذهب وتزيد من المكون الراسمالي في الصناعه. طيب الدراسه بتاعتي فيما يخص الاقتصاد السعودي بحثت في مدى مصاحبه الاستثمار الاجنبي المباشر للتكنولوجيا، هل تصاحب وتزامن في القدوم والتدفق أم لا؟ من واقع البيانات هنلاقي إن هنا القطاع الصناعة القيمة المضافة المولدة في قطاع الصناعة التحويلية المخطط باللون الأحمر، والإقداد الخط الأسود هو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل. فلو لاحظنا على طول فترة الدراسة من عام 1970 إلى عام 2016 هنلاقي أن في تقلبات كبيرة بتظهر في الشكلين، ولكن هذه التقلبات لا تتناظر فيما بينهما، مفيش تناظر زي ما حضراتكم شايفين كده. الشكل الثاني نسبة المكائن والمعدات في رأس المال الثابت في السعودي، نسبة المكائن والمعدات، المكائن والمعدات لم تزد نسبتها في أغلب فترة الدراسة عن 40% من إجمالي رأس المال الثابت، والجزء الأكبر كان يذهب إلى قطاع العقارات. فنسبة المكائن والمعدات اللي هي التكنولوجيا في القطاع الصناعي لم تزد عن 40%. بالنسبة لتقرير وضع الاقتصاد السعودي في جاذبيته للاستثمار الأجنبي في جاذبيته لنقل التكنولوجيا، وفقا لتقرير مؤشر التنافسية العالمية بيعمل تقرير بيعمل مؤشر، والمؤشر ده بيقول والله ان قدرة الاقتصاد السعودي ورتبته العالمية في إمكانياته لجذب التكنولوجيا كان من 2008 من تاريخ إصدار التقرير إلى 2016 كان رتبته منخفضة، دي عدد كان رتبته تقريبا 75 على مستوى العالم، ثم انتهت إلى رتبته 40. حدث تطور ملحوظ في رتبة الاقتصاد السعودي على قدرته على جذب الاستثمار، يعني هو ملائم أن يجذب الاستثمار. طيب الجزء الثاني من الدراسة كانت بتعتمد فيه على الأساليب القياسية، فأنا اقترحت أسلوبين لقياس الاستثمار الأجنبي المباشر مصاحبا للتكنولوجيا. الصيغة الأولى للنموذج الأول الذي اقترحته الدراسة هو القيمة المضافة الصناعية كمتغير تابع والاستثمار الأجنبي المباشر كمتغير مستقل. أما الصيغة الثانية كانت التكوين الرأسمالي الإجمالي وعلاقته بالاستثمار الأجنبي المباشر. انتهت الدراسة في تقييمها وفي تحليلها إلى أن الفرضية الأولى بتقول إن إحنا عندنا فرضية واحدة بتقول هل الاستثمار الأجنبي المباشر ينقل أم لا؟ بالتحليل الوصفي ثبت بالتحليل الوصفي أن الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للاقتصاد السعودي لم يساهم في تطوير القيمة المضافة في قطاع الصناعة التحويلية خلال 1970 إلى 2016. كما نتج من التحليل البياني أيضا أن النصيب التكنولوجي في التكوين الرأسمالي الإجمالي منخفض. بالنسبة للاختبار القياسي للعلاقة اللي أنا وضحتها في العرض السابق، لا ترتبط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة بعلاقة تكاملية معنوية مع القيمة المضافة في قطاع الصناعة التحولية، وكذلك لا ترتبط بعلاقة تكاملية مع التطور في التكوين الرأسمالي الثابت. إذا حدث وأن نشأت وتطورت التكنولوجيا في الاقتصاد السعودي فهي لا ترتبط بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ليها أسباب أخرى مفسرة أخرى.
البحث لم يركز إلا على مفسر الاستثمار الأجنبي المباشر، لكنه أثبت أنه لا توجد تناظر بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي أتى وتوطن في الاقتصاد السعودي وبين التكنولوجيا المتطورة. الدراسة اقترحت مجموعة من التوصيات وقسمتها لتوصيات على الأجل القصير وتوصيات على الأجل الطويل. بالنسبة للتوصيات على الأجل القصير، قالت والله على صعيد السياسة المالية يتعين على صانع السياسة المالية أن يقدم حوافز مالية تفضيلية تصاعدية للاستثمار الذي سيأتي محملا بالتكنولوجيا. كلما يأتي محملا بالتكنولوجيا يحصل على مزايا تفضيلية، لا يأتي محملا بالتكنولوجيا لا يحصل على مزايا تفضيلية. وكذلك ان اقترحت الدراسة ان تقدم صناديق التنمية الاقتصادية تمويلا للاستثمارات الأجنبية التي ستحمل التكنولوجيا التي يعوزها الاقتصاد السعودي. اما بالنسبة للسياسة النقدية المقترحة، ان هي تتمثل في إتاحة الائتمان المالي الضروري لعملية نقل التكنولوجيا الصناعية والنزول بها او نزول بتكلفة هذا الائتمان الى حده الأدنى، كذلك ان تميز السياسة النقدية عملية تحويل الأرباح لأنشطة الاستثمار الأجنبي الناقل للتكنولوجيا عن غيره من الأنشطة. يعني النشاط الاستثماري يحمل بالتكنولوجيا نسهل له عملية تحويل الأرباح، النشاط الاستثماري لا يأتي محملا بالتكنولوجيا نتحيز ضده في عملية نقل الأرباح. ده مقترح الدراسة. كذلك يتعين على سياسة الاستثمار الأجنبي خلق آليات قانونية منضبطة لحماية الملكية الفكرية للاستثمار الأجنبي الناقل للتكنولوجيا، لأن من ضمن معوقات النقل للتكنولوجيا الاستثمار الأجنبي يقول لك أنا هاجي وهيعمل لي هيقلد الصناعة بتاعتي، فأنا خايف على التكنولوجيا بتاعتي، خايف على الأفكار بتاعتي. فإحنا محتاجين آلية منضبطة لحماية الملكية الفكرية للمستثمر الأجنبي الذي سيأتي محملا بالتكنولوجيا. كذلك سياسة التجارة الخارجية مطالبة بخلق نظام حماية تجارية للمنتجات المحلية للاستثمار الأجنبي المباشر. لو استثمار أجنبي مباشر هيأتي محملا بالتكنولوجيا نقدم له الحماية عشان نشجعه أنه يأتي للاستثمار في الاقتصاد السعودي. أما سياسة سوق العمل المقترحة فتتمثل في المساندة التفضيلية من صندوق هدف للعمالة الوطنية الموظفة في أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر الناقل للتكنولوجيا. يعني صندوق هدف يكون لديه سياسة تفضيلية للمعامل السعودي الذي سيعمل في قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر الناقل للتكنولوجيا يدعمه دون غيره من الأنشطة الاستثمارية المتدفقة للاقتصاد السعودي. أما بالنسبة لتوصيات الأجل الطويل، الإنفاق طبعا على التعليم الفني والتقني، ده محدد مهم جدا في الأجل الطويل حتى لا تكون ندرة عنصر العمل عائق أمام تطور أو انتقال الاستثمار الأجنبي الناقل للتكنولوجيا. كذلك أهمية الإنفاق على إنشاء بنية تحتية تكنولوجية في المدن الصناعية التكنولوجية اللي هي تبع هيئة مدن، وبهدف زيادة كفاءة الاستثمارات الناقلة للتكنولوجيا، تكون عندها بيئة هيئة مدن عندها بيئة صناعية جاذبة وملائمة للاستثمارات التكنولوجية، وتعزز من هذه البيئة من التشابكات الخلفية والأمامية للقطاع الاستثمار الأجنبي الناقل للتكنولوجيا. تأسيساً على النقطة السابقة دي، تقترح الدراسة أيضاً أهمية المحاكاة التكنولوجية الوطنية للاستثمارات الأجنبية الناقلة للتكنولوجيا. فيما لا يعارض حماية الملكية الفكرية، يجب على الدولة أن تعمل على محاكاة الاستثمار الأجنبي في تكنولوجياته، كما فعلت التجربة الناجحة التجربة الرائدة تجربة كوريا الجنوبية، وكما فعلت بعدها تجربة الصين في المحاكاة للمستثمر الأجنبي الذي أتى وتوطن في الاقتصاد الكوري أو الاقتصاد الصيني ليستفيد منه، وحاكته وحصلت على تكنولوجيا وطنية أصبحت مالكة للتكنولوجيا الوطنية. أنا كده انتهيت، شكرا جزيلا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لسعادة الدكتور محمد يوسف على هذه الورقة القيمة عن دور الاستثمار في نقل التكنولوجيا الصينية للمملكة، حيث أجاد في إبراز دور العلاقة التي تربط بين تدفق الاستثمار الأجنبي ونقل التقنية للمملكة، مستخدما بعض الأساليب والمقاييس العلمية. وتوصلت الورقة إلى أن الاستثمار الأجنبي لم يصل إلى مستوى الطموح في نقل التقنية للاقتصاد السعودي. طبعا في هذه المناسبة يعني سبق أن أعد دراسة على مستوى منطقة القصيم تعلق في محددات الاستثمار الأجنبي في المنطقة، وأيضا توصلت الدراسة إلى أنه ما زال الاستثمار الأجنبي في منطقة القصيم لم يقدم دوره في نقل التقنية في المنطقة والتوطين. ولهذا يعني وصلت الدراسة هذه أو تتفق مع ما وصلت إليه دراسة الاستثمار الأجنبي في منطقة القصيم. في ختام هذه الجلسة نشكر الجميع على حسن الاستماع، ونشكر الزملاء الأفاضل فرسان هذه الجلسة على ما قدموه من أوراق عمل علمية. نتمنى أن تلقى توصياتهم في نهاية هذا المؤتمر
ما يقدم للجهات المختصة في المملكة عن الاقتصاد الصناعي. ونشكركم أيضا ونكرر شكرنا لهذه الجامعة العريقة على هذا المؤتمر، ممثلة في كلية الاقتصاد والإدارة وجمعية الاستثمار والتمويل، ونتمنى أن تتكرر مثل هذه الفعاليات. والآن نترك الفرصة للمداخلات والأسئلة لفرسان هذه الجلسة، ولعلنا نترك لكل فارس سؤالان، واحد مقدم من قسم النساء والآخر مقدم من قسم الرجال. وشكرا. دكتور خالد أبو النور، أستاذ مشارك في كلية الاقتصاد والإدارة. طبعا موضوع الاستثمار الإقليمي موضوع مهم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي، لأن احنا في حالة نمو صاعد على الفترة المدى القصير والمتوسط الطويل، يعني العملية مستمرة. ولكن أنا شايف طبعا الورقة جيدة جدا، ليس نقد الورقة، ولكن أنا شايف فيه هنا ميس ماتشنج ما بين عدم التناظر ما بين أن الاستثمار الأجنبي دخل السعودية وما أثرش بقيمة مضافة إيجابية. طبعا هو ده ليس عيب في البحث ذاته، ولكن هل كل هناك استراتيجية من المملكة العربية السعودية لتدفقات الاستثمار الأجنبي؟ لأن الصين هي أفضل نموذج كان في الاستثمار الأجنبي، كانت تضع قواعد وشروط قبل الاستثمار ما يجي، هتيجي تشتغل في أي مجال والقيمة المضافة إيه؟ وهتدرب كم عامل؟ وهيمشي إمتى من السوق الصيني؟ وهكذا. وبالتالي قدرت الصين تستفيد من الاستثمار الأجنبي في نقل التكنولوجيا. أنا أرى أن المملكة العربية السعودية وكذلك مصر على فكرة المنطقة بالكامل تحتاج إلى إعادة نظر في وجود استراتيجية كاملة للاستثمار الأجنبي، لأن هناك أبحاث كمان اتعملت على مستوى الأمم المتحدة واليون دي بي وغيرها قالوا أن الدول النامية بتخسر من الاستثمار الأجنبي. بعض الدول النامية تخسر ليه؟ يدخل يلاقي موارد محلية رخيصة، عمالة رخيصة، كهرباء، طاقة رخيصة، يستغل الدوميستيك ريسورس كوست الدي ار سي بالمصطلح الاقتصادي ويحولها الى فلوس ويخرجها بره الى ارباح، وبالتالي هنا هو نقل القيمه المضافه من هذه الدوله الى جيب الشركه الاجنبيه المالتي ناشونال. طب احنا استفدنا ايه؟ وبالتالي اخر كلام يعني اخر شيء، الورقه جيده، ارجو ان يكون هناك اعاده صياغه في وضع استراتيجيه للاستثمار الاجنبي، وليس تفتح كل من يعني للاسف لو رحنا السوق المصري وبنقارن يعني هتلاقي كل استثمار أجنبي مفتوح، في العقار مفتوح، اللي عايز يفتح محل بقالة مفتوح، اللي عايز يعمل سوبر ماركت مفتوح، والأنشطة التجارية في الاستثمار الأجنبي تضيف أرباح لأصحاب رؤوس الأموال ولا تضيف قيمة مضافة للدولة المضيفة. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم على التعليق القيم، وإن شاء الله بإذن الله تاخدوا دراسة في اعتبارها، وإن كانت الدراسة كانت كتبت عن ماستر بلان لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بس هو في الديتيلز التي لم أتمكن من عرضها لكون العرض محتاج تلخيص. شكرا يا فندم. سؤال موجه لقسم النساء، في أي مداخلة أو سؤال؟ تحديد طبيعة السؤال ولمن موجه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الزهراني، حي ملكية الجبيل وينبع. فالحقيقة عندي سؤالين، سؤال للدكتور محمد وسؤال للدكتور مصطفى. سؤال للدكتور محمد، اليوم احنا في عالم اختلف، يعني اليوم الشركات تعتبر شركات يعني متعددة الجنسيات، يعني لم تعد التقنية حصر لدولة أو لسياسة معينة. ألا تعتقد أنه الاستحواذ الآن على التقنيات هو أفضل الطرق لنقل التقنية؟ سؤالي للدكتور مصطفى، أنت صراحة حطيت اليد على الجرح، يعني صناعة التمور من أهم الصناعات في المملكة وللأسف الشديد ما استغلت، لكن ما ذكرت الأسباب رغم أنه تكلمت عن دعم الدولة، تكلمت عن توفير بيئة مناسبة للاستثمار، لكن ما تكلمت عن الأسباب الحقيقية، ليش إلى الآن ما صارت عندنا صناعة زي ما سميتها أنت عنقودية أو صناعة تحويلية من صناعة التمور؟ شكرا. شكرا فندم على السؤال. وبالفعل هو سياسة الاستحواذ على التكنولوجيا من شركة المتعددة الجنسيات هو طبعا من السياسات الأفضل والمثلى بالنسبة لحالة دولة لديها فوائد مالية. يعني لو احنا عندنا فوائد مالية نستطيع أن من خلالها نشتري تكنولوجيا أو نستحوذ على تكنولوجيا، فدي يعني آلية مناسبة جدا، وخصوصا في حالة دول الخليج عموما. يعني شكرا فعلا. شكرا جزيلا على السؤال. هو طبعا الإشكالية أن 20% أو 19% من إنتاج القطاع الزراعي في المملكة هو التمور، يعني يكاد يكون خمس حجم القطاع الزراعي هو التمور. والإشكالية أن الإشكالية مش في الإنتاج، الإشكالية في عدم التصنيع، وحتى التصنيع نفسه اللي هو 30% من الإنتاج
الإشكالية في أن التصنيع نفسه بيكون صناعات تحولية يعني ضعيفة، يعني يكاد يكون اللي هي المنتجات يعني الأولية في صناعة التمور، لكن في صناعات كثير جدا 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 تحتاج إلى عنقود، إلى عنقود صناعي. يمكن من ضمن الأسباب اللي هي ما خلتش صادرات الصناعات التحويلية بالنسبة للتمور اللي هي إشكالية إن كل مصنع بيشتغل منفرد لوحده، يعني المصنع هو يكاد يكون هو اللي بيشتغل من الألف للياء بالنسبة للصناعة، في حين لو تم تشكيل عنقود صناعي إن شاء الله حتى من مشروعات صغيرة نفسها، هي مشروعات تبدأ بالتجميع، تبدأ بعملية البثق الحراري لوحدها بس كده، يعني تتخصص بس في صناعة واحدة، ما في شك إن ده فكرة التكامل الأمامي والخلفي والروابط الأمامية والخلفية والتكامل الرأسي في الصناعة هيرفع من قيمة الصناعة، سواء على مستوى الجودة، على مستوى التكلفة نفسها، التكلفة هتكون أقل خاصة تكلفة النقل، لأن احنا في مكان جغرافي واحد ومحدد، فما فيش شك ان دي هترفع من قيمة الصادرات بالنسبة للصناعة. لكن الواقع ان الصناعة نفسها بتبقى عبارة عن مصنع هو اللي بيبدأ الموضوع من الألف للياء، وده طبعا بيخلي الصناعة نفسها عاجزة على انها تتواكب مع فكرة الصناعات التحويلية نفسها الكبيرة اللي احنا قلنا انها توصل للإيثانول وتوصل لقهوة النواة، وفي ابتكارات واختراعات كبيرة جدا. يمكن اتذكر الدكتور عبد الرحمن الجنوبي بالتحديد كان في فريق بحثي في جامعة الملك سعود وعمل دراسة تطبيقية من أساتذة كلية الزراعة بالتحديد، يعني تم فيها يعني ابتكار منتجات أخرى لصناعة التمور، ودي العجيبة يعني أنها هي موجودة. ولكن على الرغم من كده إلا أن ما فيش عنقود واضح. الدراسة دي كانت بتوضح أن في منطقتين مؤهلتين لتكوين عنقود صناعي، هو المدينة والقصيم، فمقترح في الدراسة لتكوين هذا العنقود، فأتمنى أنه هو يكون إن شاء الله بإذن الله يحوز التطبيق بإذن الله. شكرا. في أي سؤال أو مداخلة من قبل قسم النساء؟ السلام عليكم. عليكم السلام. إذا سمح لي دكتور صالح، عايز أسأل دكتور محمد يوسف، هل هو ركز على الاستثمار الأجنبي الناقل للتكنولوجيا في أي قطاع من القطاعات؟ وهل تحديداً هذا القطاع هو معني به مثلاً زي قطاع الصناعة؟ لأن المعروف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لما بتدخل أي اقتصاد نامي أو دولة نامية العمل استثمارات فيها، فهي بتيجي بالتكنولوجيا بتاعتها، يعني مثلاً ما بتعلمش الناس في السوق المحلي إزاي يصنعوا آلات ومعدات حديثة مستخدمة، وتعرفهم إزاي بيعملوا الكلام ده، لا ده هي بتجيب الماكينة جاهزة بتدخلها علشان تشتغل وتحسن الإنتاج وهكذا. فأي نوع بأي قطاع تحديداً هو ركز عليه، وهل في الآخر كان النتيجة بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ شكراً على السؤال. شكرا على السؤال. هو بالنسبة للقطاع، أنا تكلمت عن قطاع الصناعة التحويلية عموما وفق البيانات المتاحة على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي، قطاع الصناعة التحويلية عموما وعلاقة قطاع الصناعة التحويلية والمكائن والمعدات في التكوين الرأسمالي الإجمالي كإجماليات، ما ركزش على قطاع محدد بحكم غياب البيانات التفصيلية والدقيقة للقطاعات والتكنولوجيا في كل قطاع لحدة. شكرا يا فندم. دكتور فهد. السلام عليكم. طبعا نشكر الزملاء المحاضرين في الجلسة. الحقيقة عندي تعليق وعندي سؤال. التعليق يتلخص في موضوع اللي طرح في ورقتين علميتين اليوم، والخاص بالاستثمار المباشر الأجنبي. طبعا الأولى أظهرت عدم وجود علاقة ما بين هذا الاستثمار والصادرات في المملكة، والورقة الثانية أظهرت عدم وجود أيضا علاقة ما بين نمو هذا الاستثمار الأجنبي داخل المملكة ونقل التقنية.
وبالتالي يبدو أنه غالبية هذه السيولة في الاستثمارات الأجنبية هي سيولة ساخنة تستهدف يعني مناطق الربحية السريعة، وبالتالي أعتقد أنه أظهرت الجلسة خصوصا الورقة مع الدكتور محمد بعض التوصيات اللي ممكن تبنيها للخروج من هذا المأزق، كما نتمنى أنه الورقة الأخرى تظهر بعض التوصيات التي يمكن أن تضمن ضمن فعاليات المؤتمر لإيصالها إلى الجهات المسؤولة. السؤال موجه للدكتور مصطفى، كان حديثه عن المدن الصناعية، وبالمناسبة اليوم يحضرنا في الندوة القادمة مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس خالد السالم، ونحن نعرف نحن يعني نعلم أنه المدن الصناعية في المملكة في الوقت الحالي هي في غالبها مدن صناعية تقليدية، وبالتالي التحول إلى استراتيجية المدن الصناعية العنقودية أعتقد أنه متطلب للمرحلة القادمة، فهل هناك من توصيات يمكن أن تقدمها الورقة اللي طرحت في الجلسة لإمكانية التحول المطلوبة يعني حتى يستفيدوا منها الأخوان في الهيئة؟ سعادة الدكتور فهد، شكرا جزيلا. هو الورقة أوضحت إن هو مش يعني إن كل مدينة نفسها أو كل منطقة بتقوم بزراعة منتج اللي هو التمور بالتحديد، وعلى الرغم إن هو موجود فيه تركز جغرافي، كانت أول مدينة رقم واحد اللي هي الرياض، لكن الـ لابد من استكشاف إيه هي المدن اللي هي ممكن تكون عنقود صناعي متكامل. فمن الدراسة الكمية اتضح أن استبعدت الرياض تقريبا، خدت الرتبة الثالثة أو الرابعة من أنها تكون عنقود صناعي. فدراسة ما يمكن أنه هو يكون عنقود صناعي هو الإشكالية المهمة بالنسبة لنا. الدراسة تكلمت على أهمية الصناعة بالنسبة للصناعات الموجودة داخل المدينة معينة، والمدينتين اللي هي مؤهلتين اللي يتم توقع وجود عنقود صناعي ناجح فيها هي المدينة المنورة والقصيم، والاثنين عندهم مؤهلات ان هو يتكون عنقود صناعي كامل ويبدأ من الزراعة وينتهي الى جميع مراحل الصناعات. الإشكالية في صناعة التمور ان كل مصنع يكاد يكون بيتركز في خمس او ست منتجات، المصنع ده بيعملهم والمصنع الثاني بيعملهم، مش ده المطلوب في العنقود الصناعي. العنقود الصناعي يبدأ بمشروعات صغيرة تسلم كل مرحلة للمرحلة التالية لغاية ما نوصل لأكثر الصناعات التحويلية اللي احنا اتكلمنا عليها. الدراسة بتتنبأ بالمدينتين دول أو المنطقتين الصناعيتين دول إن هو يكون مؤهلتين لتكوين عنقود صناعي، وإن شاء الله يعني لو تم التطبيق أكيد ما في شك إنها حتسهم إسهام كبير جدا، خاصة في مجال تخفيف البطالة وزيادة الصادرات من هذه الصناعة إن شاء الله. شكرا. لعلنا نتيح الفرصة للطلاب أو الطالبات إذا لديه مداخلة أو سؤال. هل في أي مداخلة من الطلاب؟ طيب تفضل. ممتاز، خلاص نبحث عنهم. أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا توجر الدنيا وفيها أنتم. حيا الله هذه الوجوه الطيبة كل باسمه وصفته، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. نستأذن شيخي الدكتور راشد العليوي، استفدنا منه في مجال الاقتصاد، وأما محدثكم تخصص في الأنظمة، لكن بدر في ذهني سؤال، وهو في سياق حديثكم عندما قلتم الاستثمار الأجنبي لم يؤدي دوره في منطقة القصيم، علما أنها القسمان مشهورين في التجارة على مستوى المملكة كالحضارم في اليمن، لكن
نتمنى حفظكم الله ورعاكم أن تذكروا لنا ما هي المعوقات وما هي الأسباب والمسببات لذلك. عندما ذكرتم وقلتم بأن الاستثمار الأجنبي في منطقة القصيم لم يؤدي دوره، وهذه دراسة كما أسلفتم. هذا هو السؤال، ونتمنى منكم الإجابة. حفظكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا الدراسة أظهرت حقيقة بعضا من العقبات التي تواجه المستثمر الأجنبي نفسه، منها عدم الأخذ بالاعتبار هذا المستثمر ودوره في النمو الاقتصادي للمنطقة. يعني النظرة أحيانا المجتمعية للمستثمر الأجنبي، ينظر المستثمر أنها ما زالت يعني لم تعطى حقه كمستثمر، حتى في عندما متابعته لمعاملاته داخل القطاعات الحكومية ينظر له أنه منافس للمستثمر الوطني. هذه من العقبات التي تواجه. أيضا من العقبات التي تواجه المستثمر الأجنبي بالمنطقة عدم وجود فرصة لأبنائهم في مواصلة دراساتهم الجامعية في الجامعات الحكومية، مما أحيانا يؤدي إلى ضرورة سفره أو انتقاله مع أبنائه سواء أبناء أو بنات. هذه من العقبات التي تواجه. أيضا عدم البنوك التجارية أو لا تعطي الفرصة للمستثمر الأجنبي للاستفادة من التمويل التي تقدم البنوك التجارية، وهذا أيضا من المميزات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار، لكن ما زالت البنوك لديها تحفظ في تمويل المستثمرين الأجانب. أيضا يعني من العقبات التي تواجه المستثمر الأجنبي بالمنطقة عدم وجود فرع للهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة، مما يؤدي إلى ضرورة سفره وتنقله من القصيم إلى الرياض لمتابعة معاملاته التي لا تتوفر في الموقع الإلكتروني. هذا حق من بعض العقبات التي تواجه مثل هذه المستثمرين الأجانب من خلال الدراسة الفسحية التي تمت مع نحو 40 مستثمر أجنبي بمنطقة القصيم. جزاك الله دكتورة ناتي. سعد الله وفاتكم. محمد الكبير، مستثمر في الإنتاج الزراعي والصناعة الغذائية. سؤالي للدكتور مصطفى، كأني ألمس بأن 30% من الإنتاج الزراعي أو إنتاج التمور رقم طموح شوي. فسؤالي، إذا كنا عرفنا بأن التصنيع أنه تحويل المنتج للعناصر الأولية، هل بلغ يعني الإنتاج الصناعي في التمور هذه النسبة في تحويلها إلى عناصر الأولية، أم بالنسبة لدراستكم ترون بأن ما يقوم به معظم المصانع والتي تشكل أكثر من 90% من المصانع المحلية من فقط الفرز والغسيل والباكينج أو التغليف اعتبرتوه من الصناعة؟ شكرا. هي الصناعات التمور بتكون فيها يعني الصناعات التحويلية بتبقى جزء بسيط وجزء يعني في الهاي تكنولوجي. الصناعات القائمة حاليا هي تعتبر لا تتجاوز الأجزاء الصناعات التحويلية البسيطة والأولية، إنما ما فيش صناعة الإيثانول، ما فيش صناعة في ألبان أطفال من التمور. دي دراسات موجودة مش موجود، يعني الموجود الاختراع ومش موجود الصناعة. فكل الصناعات الموجودة صناعات تحويلية، تكاد تكون صناعات تحويلية مبسطة. إنما الصناعات التحويلية اللي احنا بنرجوها من العنقود إنها هي دي اللي هي تكون اللي فيها تقنيات عالية، فيها الخل، الإيثانول، المركبات عضوية، مركبات كيميائية. هو ده المرجو من نهاية مراحل العنقود. يعني هيبدأ من البذرة من الزراعة وهي موجودة كويس، لكن ينتهي إلى الصناعات الدقيقة بالنسبة لصناعة التمور. في منتج حليب الأطفال من التمور، في منتجات مش عارف يعني احنا يكاد يكون التمور هي عبارة عن تمور مجففة مكنوزة أقصاها الدبس، لا يتجاوز. ودي تعتبر داخل الصناعات البسيطة، يعني تدخلش في الصناعات الكبيرة. ناتي لآخر سؤال في هذه الجلسة مع سعد الدكتور. شكرا. دكتور عبدالله شناوي، قسم الاقتصاد.
الحقيقة في ملاحظة شكلية عاوز أقولها للدكتورة رحاب. البرنامج المؤتمر مكتوب فيه عنوان البحث التركيز الصناعي، وفي ملخص البحث مكتوب التركز، فأرجو أن أثناء كتابة الورقة تانية في الملف أو حاجة يعاد التدقيق. يعني الدكتورة رحاب ركزت على معيارين فقط لقياس التركز في صناعة الأسمنت. نفسي أعرف إيه الأسباب أنها ركزت على معيارين، هناك معايير أخرى كثيرة، بالإضافة أنها لم تشير إلى مقاييس نسبية زي معامل جيني، معامل الاختلاف. فأحب أعرف تفسير النقطة الأخيرة، أنها قالت في النهاية التركز بيؤدي إلى ممارسات احتكارية. السعودية وأي دولة في الدنيا في قوانين منعة للممارسات الاحتكارية، كنت أتمنى أنها تقترح حاجة للتخفيف من الممارسات الاحتكارية. شكرا. تفضل يا دكتورة. دكتورة رحاب. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا، شكرا جزيلا. اختيار المقياسين تم بعد عرض كل المقاييس اللي بتستخدم لقياس التركز، ووجدنا انه المقياسين دول هم الاكثر انتشارا والاكثر استخداما في جميع الدراسات اللي بتقيس التركز، بالاضافه لانه في المقاييس الاخرى، في بعض المقاييس في بعض الصعوبات في قياس او في توفير المعلومات الخاصه بها. بالنسبه للخطا، يبدو انه خطا من في الطباعه، فالعنوان هو التركز الصناعي. بالنسبه للممارسات الاحتكاريه، هي فعلا اثرت على حجم الانتاج بالتحديد، ولكن الاثر على الاسعار، لانه التحديد على الاسعار كان بيتم تحديد اداري، يعني بالتنسيق بين الغرفه الصناعيه والمنتجين. فبالنسبه للاسعار ما ظهر لنا الاثر، ولكن في الانتاج كان واضح، لانه زي ما قلت لكم الاسعار ما كانت بتحدد بقوى العرض والطلب. جزاكم الله خيرا. اوكي، بالنسبه للتوصيات، وضحنا في التوصيات، انه يتفعل قانون حمايه المستهلك ويمنع الاحتكار لتفعيل دور السوق في القطاع صناعه الاسمنت، حتى انه السعر ما يتحدد بصوره اداريه، لانه تحديد السعر اداريا دي بيخلينا نخلق سعر ما بيعكس فعلا الكميات المعروضه والكميات المطلوبه، او السعر توازن. فدي كانت التوصيه الخاصه بما يتعلق بالاثر بتاع عدم ظهور اثر للتركز على الاسعار. في اي اضافه ثانيه يا دكتور؟ شكرا جزيلا. سؤالك؟ في ختام هذه الجلسة نشكركم جميعا على حضوركم وتفاعلكم وإثراءكم لهذا اللقاء العلمي الاقتصادي الصناعي، ونشكر زملائنا فرسان هذه الجلسة الذين قدموا الكثير والكثير لاقتصاد المملكة العربية السعودية في المجال الصناعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم، ونشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الشتيوي، وشكرا لضيوفك الكرام. حضورنا الكريم، نبقى في استراحة لأداء الصلاة، ونعود للجلسة الرئيسية في تمام الساعة الواحدة بحول الله.